احتضن مقر أمن ولاية بشار في هذا اليوم المبارك ندوة تاريخية حول هذه المناسبة الوطنية المباركة باستضافة مجاهدين من متقاعدي الأمن الوطني، مديرية المجاهدين لولاية بشار، وكذلك مشاركة جمعيات فاعلة. تم تنظيم هذه الندوة التاريخية لفائدة منتسبي الأمن الوطني بولاية بشار، أين شملت عديد المحاور على غرار إبراز أهم المحطات التي أدت المحطات التاريخية التي أدت إلى اندلاع الثورة التحريرية المباركة، مع استعراض أهم المعارك بناحية بشار ومنطقة الجنوب الغربي بصفة عامة، والتي شهدت استشهاد قادة كبار من قادة الثورة التحريرية المباركة، مع استعراض أيضا التضحيات الجسام التي ضحى بها الجيل السالف بالنفس والنفيس في سبيل استرداد الحرية على هذه الأرض الطيبة المباركة.